نطلع نشوف ماذا قال مستر مارسيل كولر ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كل التحية ليك يا كابتن اسلام الشاطر، وكل التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز مهم جدا الحقيقه، واصرار وتحضيرات فنيه على اعلى مستوى. كل التحية والتقدير لمستر كولر على ادارته الفنيه الاكثر من رائعه. ببارك طبعا لمستر كولر، ببارك للدكتور خالد الجوادي. الحقيقه في البدايه انا عايز اقول للدكتور خالد بيقوم بمجهود كبير جدا 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 في ترجمه لعيبه النادي الاهلي، وهو ده اللي بيوصل كل التعليمات بشكل كبير جدا. متشكر. Er hat mich sich bei mir bedankt dann für meine Mühe bei den Spielern. Danke. So, Gratulation. Danke. شكرا. في البداية أنا بحييك وبهنيك على المباراة، إدارة فنية مميزة جدا. مستر كولر معودنا مباراة بيقفل الصفحة، بيبص للمباراة القادمة، وهي دي الاحتراف في كرة القدم. ده أمر مهم جدا بيوصل للعيبة النادي الأهلي، بيوصل لجمهور النادي الأهلي. بحييه على الإدارة الفنية جدا. بالظبط، مهم جدا فكرة وإن إحنا عايزين كل الجمهور كمان يفكر كده. الماتش اللي جاي أهم ماتش، نخلص الماتش نقلبه وبعدين نفكر في اللي بعده. الرغبة المتجددة الحقيقة والجانب النفسي اللي بيقوم بيه مستر كولر مع لعيبة النادي الأهلي بجانب الدور الفني. كل فرد في جهاز النادي الأهلي الفني بيقوم بدوره، عشان كده النجاح بيكون للكل يا دكتور خالد. Auch dann deine Arbeit mit den Spielern, aber der Staff auch und alle in der ganzen Staff, die alles tun, damit wir immer nach vorne gehen. هو كده بالظبط. لاحظت ملاحظه كويسه. بالظبط هو كده. مهم جدا ان الواحد لو عايز يكسب الموضوع، بس مش اللاعب اللي بيجيب الجون، كل الفريق العمل، كل الناس اللي بتساعدنا، الناس اللي ما تشوفهاش في التلفزيون، الناس اللي في اوضه اللبس، الناس اللي بتمسك الغسيل بتاع اللعيبه، الناس اللي في لسه الناس اللي ما قدرتش تيجي معانا الرحله دي، دول كمان جزء من نجاحنا وجزء من فريقنا. مهم جدا ان كل ان اللعيبه تحس بده كمان، تحس انها ان في فريق عمل كبير كله بيتعب عشان ان هم يوصلوا ان هم يكسبوا. كلنا فريق عمل، وبحيي كل واحد وكل فرد من منظومه النادي الاهلي. مسانده جماهيريه اكثر من رائعه الحقيقه للاشقاء المغاربه ولجمهور النادي الاهلي اللي يمكن حرص بشكل كبير ان هو يكون متواجد ويؤازر النادي الاهلي. مستر كولر شاف الحضور الجماهيري والكثافه والتشجيع ازاي، لان كره القدم هي التي تقرب الشعوب زي ما انت عارف يا دكتور خالد. فوسبال ist ein Mittel um die Völker zusammenzubringen. بالظبط. لكن مش اول مره نشوف ده، ان احنا بره مصر ونشوف المساعده دي، لكن في المغرب بالذات الواحد شاف مساعده كبيره جدا، دعم كبير جدا من الجمهور المغربي في الماتش الاولاني. ساعدونا كتير في الماتش الاولاني، في الشوط الثاني ساعدونا جدا النهارده في الشوط الثاني. فده مهم جدا، واحنا فرحانين بيه ومستنيين الدعم ده دايما ان شاء الله. اخيرا هنفرح دقائق بسيطه جدا وهيبدا التحضير لمباراه ريال مدريد، المباراه الرسميه الاولى في تاريخ النادي الاهلي. الحقيقه انت بتقابل ريال مدريد محتاجه تركيز كبير جدا، محتاجه تحضير اكبر لكل لاعبي النادي الاهلي. كيف سيرى مستر كولر المباراه القادمه، مباراه الاهلي وريال مدريد؟ Für das Spiel vorbereiten. Wie sehen Sie das Spiel gegen Real Madrid? انا ملاحظ ان انت مركز معانا وبتتعلم كتير من اللي احنا بنقوله. Ja klar, ich schaue mir jetzt dann Spiele an. هتفرج على ماتشات ليهم. في الهارد ديسك ده ياسين مكاري اداني الهارد ديسك ده عليه ثلاث ماتشات ليهم. هقعد اتفرج على الماتشات. واحط خطه المناسبه ان احنا نقدر اللي تخلينا نقدر نلعب كويس قدام ريال مدريد. ويمكن نحقق المفاجاه ان شاء الله. Wir gratulieren, bedanken uns sehr und gratulieren dich dann. Vielen Dank. Danke. كل الشكر والتقدير الحقيقه لمستر كولر الدكتور خالد الجوادي الحقيقه، اللي بيقوم بدور كبير جدا مع الجانب الفني والتعليمات والتحضيرات. هو ده النادي الاهلي، كل فرد في النادي الاهلي بيقوم بدوره، عشان كده النجاح بيكون للكل. يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بقيمته الكبيره برئاسه الكابتن محمود الخطيب بمجلس الاداره بالجهاز الفني يستمر على هذا التركيز. المباراه القادمه تحدي كبير، لكن مش بعيد على كل لاعبي النادي الاهلي.